أعتقد ومن وجهة نظري أعطينا فرصة للمجتمع المدني من خلال استخراج المجتمع الدولي. المجتمع الدولي أعطينا فرصة للمجتمع الدولي من خلال الصخرات والحوار السياسي ولم ينتج شيء. أعتقد أن السيدة ويليامز كانت فاشلة وأوجه لها ومن هذا المنبر الذي يمثل الشعب الليبي أقول لها بأنك قد فشلت ولمرتين في الوصول إلى حل يمضي بنا إلى الانتخابات. لو كانت جادة السيدة ستيفاني لوصلت بنا إلى الانتخابات، ولكان الآن لدينا رئيس وأعضاء مجلس نواب جدد. الآن سيدة ويليامز احنا استغنينا عليك وبكل قوة، لدينا السيدة فوزية وانتصار والسيدة رحمة وعلى رأسهم السيد مهنا وأعضاء اللجنة. الآن وصلنا لقناعة أن ما عادش عندنا أي أجنبي أو أي لجنة أو أي، إذا كان مهمتهم الإشراف فلا بأس، احنا في منظومة عايشين بين المجتمع الدولي، ولكن نحن من سنصنع هذا الحل من خلال هذه اللجنة.